السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. اليوم الدرس غيكون سبيسيال سبيسيال وبزاف. بحال اللي كتشوفوا حاطة بزاف ديال لي بانسو، وحاطة قدامي واحدة الرشمة اللي ان شاء الله غادي نطبقوها في التوب، فخليكم معايا باش تشوفوا الخطوات، لان اليوم ان شاء الله غادي نرسم شخصية معروفة في البلاد، شخصية تاريخية اللي امبوسيبل اننا ننساوها او لا اننا نتناساوها، شخصية وإن كانت قد وفى أجلها وماتت ولكن بقي حاضرة في حياتنا وبقوة. كل نهار كنشوفوا إنجازات اللي دارت على يديه، فتحية كبيرة كنت كنتمنى أنني نوجهها له مباشرة، ولكن معليش. اليوم إن شاء الله غادي نرسمه البورتري ديال الراحل الفقيد جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. فخليكم معايا ان شاء الله باش نشوفوا خطوات ديال العمل. انا غادي نخدم ونتمنى ان العمل يكون واضح، لان انا العمل شي شويه طويل وخد لي شويه الوقت، فما نقدرش نحط لكم يعني العمل كله، فغنحاول انني نسرع شي شويه لا فيديو، ونتمنى ان يكونوا كاع الخطوات واضحين وباينين. وبحال اللي كتشوفوا، اول حاجه كنديرها انني كنخلط لا كولور ديال البشره. بزاف منكم تيقولوا لي حنا كنخلطوا هاد لي تخوا كولور اللي كتقولي لنا، وما كيعطينيش اللون ديال البشره. انتما بحال اللي كتشوفوا كميه ديال الابيض كميه الاصفر قل من الابيض والاحمر قل منهم بجوج بهم، وكنخلط. بغيت لون مغلوق على هكذا كنزيد الحمر، بغيت لون مفتوح على هكا كنزيد الصفر والبيض. حاجه واحده اخرى في التوب لا كولور هذه ديال لابو كنديروها، ولكن ملي كتنشف راها كتغلق واحد شويه، فشحال ما كانت لا كولور كلير غتكون حسن، لان ملي غينشف اللون كيغلق شي شويه. فوالا نتوما بحال اللي كتشوفوا انا كنخلطو مزيان باش ما يبقاش عندي دوك الشعيرات ديال اللون الاحمر داخله في وسط اللون، وان شاء الله غندوز مباشره باش نطبقو على البشره كامله، ومن بعد غنبدا ندير التطبيقات ديال الضوء والظل حسب الرشمه اللي غادي نحط لكم ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو. غنحط لكم الشكل النهائي اللي توصلت ليه والشكل الاصلي ديال بورتري ديال الملك. حاجه واحده اخرى يعني اعذروني الا كانوا يعني دي ديتاي ناقصين، ولكن يعني كنعرفوا ان الخدمه ديال اليد ماشي بحال واحد التصويره فوتوغرافيه اللي غادي ناخدوها وغادي يكونوا فيها الملامح يعني محطوطين بالحذافير ديالهم، ولكن درت فوق الجهد ديالي باش يكون العمل في المستوى. ونتمنى انه يعجبكم، وعلاش لا حتى نتوما تطبقوه، علاش لا كلشي ممكن. فغنحاول انني نسرع لا فيديو شي شويه، لان انا خليتها فيها تقريبا ثلاثه ديال السوايع، ثلاثه السوايع اللي خدمتها، وخدمتها مقسمه وكنخدم شويه وكنقطع، يعني انا خدا ليا تقريبا يومين ديال الخدمه باش كملت هذا البورتري هذا. وهكذاك في الاخير مازال كنت خديت شي شويه ديال الكريتيك من الاب ديالي اللي كنقول لكم دائما انه كان رسام، وضروري من الوالده ديالي، الناس اللي ديجا جاري لهم في الدم ديالهم شويه ديال الفن. فخديت واحد شي شويه ديال التعقيبات وحاولت ان نصلحهم بمساعده ديال الوالده ديالي. فنتمنى الشكل النهائي ينال الاعجاب ديالكم، ونخليكم على الفيديو. فوالا هنا من بعد ما درت اللون ديال البشره في الوجه كامل والعنق والاذن، غادي ندوز باش نبدا نطبق الظلال اللي اختاريت انني نديرهم بالماغون المحمر، يعني اللون الترابي. تقدروا ديروهم بهذاك اللون اللي خلطنا وتزيدوا فيه الاحمر بدرجه اخرى باش يعطيك لون مغلوق. ممكن تستعملوا الميديوم تكستيل الا كان عندكم توب شي شويه ناشف، انا هنا كنخدم فقط في البوبلين، فالتوب يعني كيساعد ماشي توب ناشف بزاف. فنخليكم مع خطوات ديال وضع الظلال. ولا سولتوني وقلتوا لي علاش بالضبط
في هذا الوقت اختاريتي انك تخدمي الرشمه ديال اولا البورتري ديال الحسن الثاني الله يرحمه. غادي نقول لكم لان اليوم هو 6 نوفمبر واللي هو الذكرى ديال المسيره الخضراء، فحنايا كل مره كيجي هذا النهار اللي هو 6 نوفمبر كنتذكروا المغفور له الحسن الثاني اكيد طيب الله تراه، حيث هو رغم الكائدين ورغم كل شيء كان حدث فعلا ومفخرة وإنجاز مهم للمغرب. صراحة الراحل حسن الثاني طيب الله مثواه كان صادق وصدق معاه جنود ديالنا في البواسل اللي كانوا في الصحراء واللي كانوا جاهدوا، والناس الشعب المغربي اللي مشى بأيادي يعني فقط حاملة للقرآن الكريم وحاملة للشعار الوطني ديالنا والراية المغربية ديالنا وحاملة للصور ديال الحسن الثاني الله يرحمه. حيت من بعد داك الشيء هما مشاو في مسيرة خضراء، ولكن رجعوها مسيرة كانت ولات حمراء في وجه الأعداء، صراحة في وجه الأعداء ديال الوحدة الترابية ديالنا. رحم الله الشهداء ديالنا، نتمنوا لهم الرحمه والمغفره، واللي ماتوا في يعني في هما كيديو واحد الواجب وطني. و رحم الله الفقيد اللي صراحه كنتمناك وكان عايش، ولكن الاجل ما كيعطل حد. ف كنتذكر دائما القوله ديالو وكنفتخر بها جدا تنقولها، وانا واحد الاحساس في شكل كيجيني نهار اللي قال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها حتى يرث الارض الله الارض ومن عليها. فعلا غيبقى الشعب المغربي وفي اللي قسم المسيره، كان هذا وعدنا لك شحال هادي ووعدنا باقي مستمر ان شاء الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. Thank you.
فوالا البنات، غنبقى مستمرة هكذا، وانا كل مرة كنبين دي ديتاي جداد. يعني كنخدم بحال قلنا لا باز ديال البورتري، ومن بعد كنبقى نزيد شويه ديال الدهنه، شويه ديال الدهنه، شويه ديال الدهنه، شويه ديال الدهنه، نحسن هاد البلاصه، نقاد هاد البلاصه، وانا كنشوف في البورتري في الصوره حتى كنوصل للنتيجه اللي بغيت واللون اللي بغيت. وبحال هكذا بقيت مستمره حتى كملت الوجه كامل، ومن بعد دزت باش نخدم الرصه ديالو.
كنحاول ما امكن ما نطولش، ولكن راه الفيديو فعلا طويل بزاف وعيت ما نقطع، ولكن راه فعلا طويل وزعما خدا لي الوقت بزاف. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة وديروا تفعلوا زر الجرس مع التنبيهات اكيد، وديروا لايك وديروا لي كومونتير زوين. نتمنى انكم كلكم اللي غيدوز اليوم ويشوف هذا الفيديو، ونتمنى انه يخلي لي كومونتير ويقول لي شنو الانطباع ديالو على البورتري، لان انا ما ملفاش كنخدم لي بورتري ديال الناس اللي هما حيين، فيمكن كان هذا ثاني مره كنخدم ان بورتري ديال شي حد اللي هو حي. بعد ما خدمت ديال بنت اختي ديال دعاء اللي كان يعني بورتري على قد الحال، يعني ما حكرتش بزاف في الملامح وفي داكشي، مي هنايا بيان سور اكيد شخصيه بحال شخصيه الراحل حسن الثاني كان خاصها بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال التحكار وبزاف ديال لي ديتاي، وكان خاصنا نخرجوا الملامح كاملين باش يجينا البورتري قريب للشكل ديال حسن الثاني الله يرحمه. فنتمنى ان ما تنساوش ديروا اللايك، حيت راه بزاف منكم كيشوفوا لا فيديو كيساو ما كيديروش اللايك، وبزاف اللي كينساو ما كيديروش الاشتراك. ما تنساوش هذه المره، نتمنى ان نلقى بزاف ديال لي لايك وبزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال الاشتراكات، لان فعلا الفيديو خدا لي مجهود كبير باش نطبقه. يلا نخليكم مع التتمة ديال الفيديو، ما نطولش عليكم.
وصافي هنايا وصلت للمرحله الاخيره من بعد ما درت لاغيغ بلون. سمحوا لي ما صورتوش لان كان ديشارج لي تليفوني وصافي طفى. ودرت الرايه ديال المغرب، درت على البحر، درت القران الكريم، وهادو كلهم رموز ديال المسيره الخضراء. فوصلت للخر ديال لا فيديو بلا فينيسيون. كنتمنى من الله انه ان الاعجاب ديالكم، وفي الاخير ديال هاد لا فيديو كنتمنى انكم تدعوا معايا. اللهم ابقي امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نبراسا لهذه الأمة، موحدا لصفوفها وجامعا لكلمتها، وساهرا على امنها وسلامتها، ومدافعا عن وحدتها وسيادتها. اللهم اطل في عمره وسدد خطاه، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وقر عينه بولي عهده الامير الجليل مولاي الحسن، وشد ازره بسنوه المولى الرشيد وكافة الاسرة العلوية الشريفة، انه سميع مجيب. وسيعيش المغرب رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمم الشماء. كينا ولا ما كيناش؟ يلا البنات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونخليكم مع الشكل النهائي ديال هذا البورتري ديالنا. أستودعكم الله، ما تنساوش اللايك والكومنتر، ما تنساوش الاشتراك في القناة.